نعرفش عليها أنا تو حارقة، ما نعرفش عليها ميتة، ما نعرفش عليها حية. ما نعرفش في شارع، ما نعرفش حبسينها في دار، ما نعرفش. عندي أختي ضايعة عندها 9 أيام، لوج عليها ريقي شايح، خليتها في الدار راكدة. خرجت 9:30 من داري، روحت ما لقيتهاش. أنا نقولها يا مريم يا مريم كان تسمعي فيا وأرجعي، ولا كان إنسان خاطفها يسيبها، راهو بابا مريض وماما في السبيطار يعني تعبة برشا. عايش أختي أرجعي، عايش أختي أرجعي، ماكلة شاربة، شنو اللي عملناهولك باش أنتي معناها خليتي الدار وخرجتي؟ أنا مواطنة تونسية، عندي أختي ضايعة عندها 9 أيام، لوج عليها ريقي شايح، ما عرفتش فين بلاصه، مشكلتها ما تعرفش البلايص. انا نسكن في برج الوزير الزهره، خليتها في الدار راكده. خرجت 9:30 من داري، روحت ما لقيتهاش، من وقتها ما تمش. انتوا ما تعيشوا مع بعضكم؟ تعيش معايا انا معرسه ونعيش في الزهره. قديش عمرها اخت؟ عمرها 16.5 سنة، وما عندهاش اصحاب. معناتها هي قبل ما تخرج من الدار ما حسيت حد شيء انت؟ ما حسيت بحد شيء، خاطرش انا مانيش موجوده يعني في المنزل. قديش التاريخ بالضبط اللي خرجت فيه؟ نهار السبت، معناها نهار الستة، نورمال نهار الستة في الشهر. وتتصل بها قاعده وتليفونها مسكر يعني؟ ما عنديش تليفون، المشكله فيش ما عنديش تليفون. ما تعرفش عبيد من صحابها مشيت شفت؟ لا ما تعرفش، ما ديما تحكي لي على الحرقه، ما نعرفش عليها انا تو حارقه، ما نعرفش عليها ميته، ما نعرفش عليها حيه. معناها نطلب من التوانسه اللي يشوف الطفله هذه، معناها يخزر لها الطفله هذه، اللي يشوفها معناها يعلم عليها ولا يهزها لاقرب مركز. اي هي كي حكيت لك على الحرقه انت ما تعرفش شنية نقولوا احنا السوغس اللي باش تحرق منه؟ هي مش حاطه ديريكت حرقه في راسها، مره بركه حكيت لي عليها الحكايه، ومعناها عام عندها عام الحكايه، ما ديما تغنيني على الحرقه، ديما تغني على الحرق. انا مش ما عنديش، كان جا عندها فلوس يعني كبيره يعني هزتها معاها، نقول لك ايه راي في حرق، اما ما نعرفش. مشكله ما عندهاش اصحاب، ما تعرف حتى حد. انا صاحبتها، انا اختها، انا امها، انا قايمه بها، انا قايمه بها في كل شيء، ومانيش مخليتها ناقصه حتى شيء. مشيت بلغت في السلطات؟ بلغت عليها في السلطات شيء، ما جانيش حتى خبر عليها. ما نعرفش عليها ميتة، ما نعرفش عليها حية، ما نعرفش عليها خطفينها عصابة، ما نعرفش. وقتنا توا لا يخوف، وقتنا توا الإجرام أكثر، العنف، اغتصابات، نتوقع برشا حاجات يعني. أنا توا يعني هي في الشارع، معناها نتوقع برشا حاجات، مش يعني ما نعرفش في الشارع، ما نعرفش حابسينها في دار، ما نعرفش. أنا توا نتوقع كل شيء. هي كي ساكنة معك البلايص اللي تخرج لهم معناها أنت تعرفهم؟ نعرفهم ديما معايا، ديما نخرج فيها، تقولي نحبك البلاصة أنا نهزها لها. مشيت لهم الكل وقالوا لي كان نلقوها يعني نتصلوا بيك، كان نلقوها يعني، وكلهم يبكوا عليها كلهم. هي فدليكة بحبوحة، ما عندهاش مشكلة مع حتى إنسان، وتحب الناس الكل. أنا نقولها يا مريم يا مريم كان تسمعي فيا وأرجعي، ولا كان إنسان خاطفها يسيبها، راهو بابا مريض وماما في السبيطار يعني تعبه برشا. ربي يشفيهم. عايشك ماما يعني تعبه عليها برشا، باباك الانسان البارح خدم لي يعني ضربه ضربتين نهزو للسبيطار. معناها نقولها يا مريم كنت تسمعي فيا، راهو ريقنا شي، حتى الكلام ما نجمش نتكلم، ما نعرفش نحكي، ما نعرفش. راكي دخلتي فينا غوله. عايش اختي ارجعي، عايش اختي ارجعي، ماكله شاربه، شنو اللي عملناهولك باش انت معناها خليتي الدار وخرجتي؟ شنو اعطيني السبب؟ ارجعي ارجعي، ما يمسك حد وما يضربك حد، المهم ارجعي ارجعي، فكري في ماما وبابا قبل كل شيء، ارجعي. انت تقولي هي خايفه منكم معناها توا؟ انا نقول اللي هي مخطوفه يعني وخايفه منا باش ترجع، ولا حابسينها، الله اعلم يعني، العلم عند ربي. اما انت ما تعرفش هي يعني، ما تعرفش، ما عندهاش اصحاب، ما تعرفش البلايص، ما يعني تعرف كان الزهره يعني، الزهره بوم هل تعرف الزون هذيك؟ ما تعرفيش وسط البلاد، ما تعرفش، ديما بجنبي، حتى كان هبطها ديما بجنبي. ما تقولش عندها علاقه مع بنيه ولي؟ ما عنديش علاقة، خاطرش أنا صاحبتها، أنا أمها، أنا كل شيء، تحكي لي في كل شيء يعني، فهمتي؟ يعني هي كبشة تخدم على روحها،
تضحك تلعب معنا نهار الجمعة، عملنا قهوة فهمتي، تحمل فيا ليلتها تبوس فهمتي. نقولها قلت لها اش بيكي، قالت لي ما بيا شيء، فقط الصباح 9:30 خرجت من داري، بوستها حطيت لها المفتاح، قلت لها يا مريم هو المفتاح، يعني روحت ما لقيتهاش لا هي لا المفتاح، ما لقيتهاش وين مشت الله اعلم. كان تسمعي فيا يا مريم، والا اذكر لي شادها، والا الامثله اللي شادتها، والا مجموعه اللي شادينا يسيبوا لي اختي خلي تروح، ولا اي شخص يشوفها، أي شخص يشوفها يبلغ عليها. هي راهي اللي شر شيء، اي شخص يشوفها يبلغ عليها، يهزها اقرب مركز ولا يتصل بي على الرقم هذاك الموجود في الورق. فتاة قاصر يعني لازم نلقاوها في اقرب وقت ان شاء الله. انا نطلب معناها من التوانسه يخزروني بعين الرحمه، يخزروا لامي وبابا، معناها راهم تعب برشا، اي انسان يشوفها يعاوني، يعاوني باللي يقدر يبارطاجي، يعاوني باللي يقدر.